كنت مشاركة بالمبادرة بدور العروس، مثلنا الحنة الكردية والعرس المسيحي، وهدفنا من المبادرة نبين للعالم من حيث العادات والتقاليد عن التماسك المجتمعي، إنه كل واحد عنده عادات وتقاليد شكل. فأنا كدوري بالمبادرة حسيت إنه كل واحد عاداته شكل، بس التماسك المجتمعي عنا كتير ضروري. اف چاله کې ګوتې درباس کرن یو څار خلا پکې خلا یې کمن امبیشن شهيبو شهيب رنګ کې امبیشن خطبه په عربي بو امبیشن حنا بواره کوردی بو امبیشن دعوت په بواره سرياني بو اف اوای هانه بغشتي جي دی خو یاني کرن نو اف فلکلور اف کلتوري ما هر کلتوره کلتوري دي ناس بکې پشتره چاله کې دي شهيب کې یعنی هر سرنګات هتا خملاندن په داوی دا امبیشن جوړه خورنه هبن اف جوړه خورنه خوارن دیار تکر هر نتوک خوارن خوا دیار به بچانده خوا تی خیانی کرن التراث الشعبي نلاحظ انه قد يعني ما بقى ينعمل فيه، فاعطينا فرصه انه الشباب يطلعوا على هالتراث على العادات والتقاليد المنطقه طبعا. وحبينا قبل كل شيء انه بهالمبادره هاي انه مكونات الجزيره كانت مكونات متعايشه منذ الاف السنين وما زالت مكونات يعني متعايشة متقاربة.